أخوة الأخوات، السلام عليكم، مساء الخير. نلتقي مرة ثانية في هذا الأربعاء 3 أكتوبر في نقاش تاسا ديريكت على المباشر. في هذا الصباح تحدثنا على أمور تتعلق بالصحة والطب وغير ذلك من الأمور التي تهم المجتمع، وفي هذا المساء نهتم بالثقافة باستقبال السيد عبد القادر بوعزارة مدير المعهد العالي للموسيقى بجزر العاصمة إنسام، وكذلك محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية الدولي الذي يعني يكون انطلاقة المهرجان ستكون في 13 من هذا الشهر. مرحبا بك سعد القادر. شكرا لك على الاستضافة، وأنا جد سعيد بوجودي معك لأنك أنت عشت معنا السنوات الجميلة تاع الأوركسترا السيمفونية الوطنية، وكذلك منذ الافتتاح هذا المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية والذي سيكون إن شاء الله من 13 إلى 19 أكتوبر الحالي في أوبرا بعلم بسايح بالجزائر العاصمة بولاد فايت، والسهرات تكون يومية تقريبا ابتداء من الساعة 6 والنصف. نعم، يعني لم يبقى إلى أيام فقط، يعني اليوم رانا 3 بقت 10 أيام. وهنا أضرب موعد أيضا لكل الصحفيات والصحفيين باش يكونوا معنا، لأنهم هما يعني الراعي الرسمي نقدر نقول للطبعة العاشرة اللي هي تعتبر جوبيلي، لأننا نحن نعيش الطبعة العاشرة يعني. وهذا شيء رائع جدا بالنسبة لهذا اللون الراقي من الفنون اللي يمكن له أن ينتعش ويعيش وجذب اهتمام كامل في شرائح المجتمع الجزائري من صغير لكبير، من 7 سنين إلى 77 سنة. نعم، يلاحظ سي عبد القادر يعني إقبال كبير في المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، يعني بريزونس تري فورت دي بوبليك، يعني تقريبا كل مساء القاعة مملوءة عن فريق عن آخرها. في وقت سابق كان في المسرح الوطني محيدين بشطرزي، ثم انتقل إلى الأوبرا منذ سنتين في السنوات. يعني كيف تفسر هذا الإقبال، يعني سر الاهتمام بالموسيقى السيمفونية؟ نعم، نشكرك على السؤال الوجيه. نظن أن الإخوان الصحفيين كانوا شاهدين معنا، يعني كانوا عاشوا معنا هذه مدة أكثر من 15 سنة تقريبا 20 سنة مع بعض، وإحنا نعمل كان شعري نوار كوربو خويا فيصل نهار دينا المهمة النبيلة باش نعرفوا بهذا اللون الراقي من الفنون اللي هو الموسيقى السيمفونية الموسيقى الأكاديمية، لأن ركزنا على كلمتين اثنين العلم والمعرفة. ما فيش ثلاث باش تعزف بيتهوفن وموزارت، لازم تكون عندك تقرأ موسيقى. على هذا أنا خليني نرفع قبعتي عاليا باش نحيي اولا الرجال الدوله، يعني هذيك اللي عندهم النظره الاستشرافيه كيفاش قدروا يفكروا في عز الازمه الامنيه في الجزائر في 92 ثانيه تقريبا. يعني نفكر، خليني نذكر واحد منهم، ابو بكر بالقايد الله يرحمه، اللي كان وزير أسس. نعم، كان وزير الثقافه اللي اسس هذه المؤسسات الكبيره اللي هي لي بوزار، الانستيتو ليسماس، الانستيتو سوبر ميوزيك، البالي ناسيونال، الاوركسترا السيمفونيك الى اخره. فاليوم احنا مع بعض مع هاد الموسيقيين اللي ايضا نحييهم لانهم صنع وجنة، اللي سي لان دي رار اوركسترا موند كي اون بي فير كي اون تاري فا فير برسك توت لي ولاية. اي نو راستين سول ولاية، اون افي 47 فيل. فوز بارتي دون ولاية دون مومون ديفيسيل، يعني في وقت صعبه، يعني في الفتره الماضيه يعني كان الارهاب وكان العنف وكان التهديدات، ولكن رغم ذلك واجهتوا كل المصاعب وذهبتم الى داخل البلاد. والشعب احتضننا، هذا هو الشيء الجميل. علاش انت ذكرت لي درك على الببليك؟ الببليك ما جاش هكذاك، بعد يعني سنوات تاع عمل مضني تاع تضحيات ومتواصل، ومازالنا نتواصل، لان هذا سي اون ريزيستونس ريزيستونس نقول ميليتانتيزم كما تحب تسميها، ولكن الحمد لله اننا يعني توصلنا الى نتائج راقيه جدا، وها نحن اليوم لحقنا للذكرى العاشره. على هذه لازمني عليا نحيي الموسيقيين اللي كانوا معانا، واللي كنا كان واحد يرفد الفيرون تاعو في كابا وعاد يهجر داره لانه يخاف باش يعاود يرجع للدار في المساء الى اخره. كانت تهديدات كبيره، يعني كان على هذا الاساس. ولكن الشيء الجميل ان الصحافه كانت حاضره. كنت ذكرت انت التيانا، تصور انت نكملوا احنا على 9 تاع الليل والجمهور مازال واقف في الباسيو امام المسرح الوطني، امام المسرح الوطني في شهر ديسمبر. كانت الحفلات كلها كنا نديروا بدايه المهرجان، احنا بدينا ب 12 دوله اللي هما صبحوا اليوم مؤسسين لهذا المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونيه. اليوم يعني صبحوا مؤسسين، انا نحييهم لان السفارات
ووزارة الثقافة لعبوا دور كبير، بس اليوم راح نحتفلوا بالذكرى العشرة من 13 إلى 19 أكتوبر إلى 19 أكتوبر الحالي. سي عبد القادر، واش كاين في البرنامج تاع الطبعة العشرة الوطني الدولي للموسيقى السيمفونية؟ أولا مع الأوركسترا الجزائرية بقيادة المايسترو أمين قويدر في افتتاح راقي جدا مع باريتون باس جنوب أفريقي. وتسمح لي بالعبارة، راح نزوجوه في هذيك الليلة مع روسية إن سوبرانو، راح نوين يقدموا برنامج مع بعض مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية الجزائرية، راح يقدموا مقاطع من الريبرتوار العالمي من الأوبرا، يعني فيردي نعم، يعني فيردي روسين وغيرها، اللي راح يكونوا في 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 الموعد. وكذلك بدون ما ننسى الضيف الشرف اللي هو روسيا، فيدرالية روسيا، يعني روسيا اللي هي دولة كبيرة في الموسيقى السيمفونية مع تشايكوفسكي وغيرهم من الموسيقية، يعني تكون ريمسكي كورساكوف وشوستاكوفيتش بورودين وغيرهم، بورودين أسماء كبيرة في الموسيقى في الأوبرا وحتى في الأنواع الموسيقية الأخرى، تكون هي ضيف شرف لهذه الطبعة. نعم، هي برنامج خاص ولا مش أولا إحنا يعني جرت العادة والتقاليد تاعنا إحنا أننا أولا هذا الضيف الشرف راح يعزف موسيقيين، ما مش جايين فقط يعزفوا لروسيا، ولكن جايين يكونوا ضيوف علينا معنا، يعزفوا مع الأوركسترا السيمفونية الجزائرية. هذا الشيء رائع، يكونوا مع بعض باش يعزفوا، تصور يعزفوا السيمفونية السابعة للموسيقار العالمي بيتهوفن كاملة كاملة. نعم، هذه في السهرة الافتتاح. هذا هو الشيء اللي أصبحنا الآن الجمهور تاعنا يقدر يسمع السيمفونية كاملة 45 دقيقة. نعم، احنا بديناها مع بعض، كنت انت تسأل شحال من مرة وزيتي كيوريو، كنت تقول لي عبد القادر كيفاش راح تعزفوا لنا سيمفونية كاملة، كيفاش راح يصبر الجمهور الجزائري؟ هاي جات بشوية، يعني كنا نديرو كنا نعزفوا مثلا السيمفونية 40 تاع موزار، نعزفوا برمي موفمون، نعزف السيمفونية الخامسة البرمي موفمون، نعزف دفورجاك اسمها النافيام تاعو دي نوفو نوم دفورجاك، انطونين دفورجاك دي نوفو نوم، نعزفوا ثاني الحركة الرابعة، يعني باش نتيريو ذوق تاع العام، ذوق الميديتيرانيا الجزائري، باسكو كاين دي موفمون كي سون بوبولير، يعني مشهور اكثر من. نعم، بدينا يعني 8 دقائق، من بعد 10، من بعد 15، دخلنا في 30 دقيقة، ومن بعد بدينا نعزفوا سيمفونية كومبليت بعد 10 سنوات من العمل الجاد والأكاديمي والمتواصل والمثابرة، لأن فيه هنا علاش قلت نحيي قبل، لأن فيه تركيبة الأوركسترا السيمفونية الوطنية ال ام دي ليسونس ماستر دكتوراه الآن. نعم نعم، الآن هذا تكوننا في المعهد الوطني. نعم، يعني تكونوا داخل الجزائر وخارج الجزائر، وهذا بفضل هذيك الإطارات الموجودة اللي تكونت في الجزائر ومشات الى الخارج باش تحصلت على الماستر والدكتوراه. لان يعني بالنسبه لروسيا، يعني شكون عند البرنامج؟ هذا برنامج، نعم، برنامج رائع جدا، هو البرنامج ذكرت غدو من ذاك. خليني نبقى دائما في الافتتاح، لان في حاجه قام الافتتاح ما راح سامحني. نعم، الافتتاح يعني كاين الجزء الاول، كاين يعني مغني من جنوب افريقيا مع مغنيه من روسيا، من روسيا، لقاء الحضارتين ولقاء القارتين. نعم، نعم، اوروبا وافريقيا. نعم، ثم في الجزء الثاني كان السيمفونية السابعة لبيتهوفن. نعم، في وكذلك كان مقطوعة جزائرية. حبينا هنا ماهيش التفاتة، ولكن باش نعزي نفوسنا احنا كفنانين. وين الجزائر فقدت واحد من ابنائها، سي رشيد صولي الله يرحمه، رشيد طه. رشيد طه، نعم، رشيد طه ورشيد صولي كذلك، لكلهم توفوا في شهر واحد. المايسترو رشيد صولي توفى في 16 سبتمبر من السنة الماضية، وفي هذا العام فقدنا رشيد طه. حنا نعزفون إن شاء الله يا رب عبد القادر يا أبو علام من توزيع الأوركسترا للمايسترو حسين بويفرو. هذا فيما يخص الراحل الفنان الكبير رشيد طه. رشيد طه إلى غبخي إلى تيتر سلاب دو الراشي. صحيح، عبد القادر يا ابو علي، عبد القادر من موسيقى تاع الراي، يعني الى انترناسيوناليزي لا شونسون، ميم عبد الرحمن الحراشي بالنسبه للراي يا رايح.
صحيح، هذا فيما يخص يعني الافتتاح. أما الضيف الشرف اللي راح كما قلت لك روسيا غدوة من ذاك راح يقدم برنامج خاص، وخليني نخليها مفاجأة. أنا أقول أنا على الأقل فكرة يعني معلومة واحدة للمشاهدين والمستمعين. معليش نعطيك أنا كتبت باش إن شاء الله يكونوا حاضرين. نعم ما يش يقدر يحضر. معليش ما يش مشكلة. سهرة الافتتاح 13 نوفمبر. نعم روسيا فيه يعني بقيادة المايسترو إدوارد تومشا، فيه عازف منفرد يعني سوليست على آلة الفيولون فيليب سولين، وعلى آلة التشيلو إيليا إزمايلوف راح نعزفوا في البروغرام يعني أو بروغرام اللي كاتب كل شيء، بس لأن فيه 15 دولة أخي العزيز ما نقدرش نذكر كل. نعم كما قلت فيه تشايكوفسكي، فيه يوهان سيباستيان باخ، فيه برامس، فيه شوستاكوفيتش، ونكملوا مع بياتزولا. هذا فيما يخص برنامج يعني إيطاليا ألمانيا روسيا. نعم روسيا. أما في دائما إذا كان أردت يعني نبقى في السهرة الثانية يعني في 14 أكتوبر، 14 أكتوبر الافتتاح بتاع 14 أكتوبر، ليلة 14 أكتوبر تكون مع سوريا. مع سوريا عندهم برنامج كذلك جميل وجميل جدا مع الأوركسترا السيمفونية لدمشق بقيادة صديقنا الكل يعني المعروف، لأنه هو واحد من مؤسسين المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، كل سنة يحضر، هو المايسترو المتألق التالنتيو ميساك باكبوداريان. باكبوداريان يحضر تقريبا كل سنة. صحيح، وجاب لنا مدرب صعبة من سوريا ولكن يأتي ويحضر. صحيح. فيصل حبيت نفكرك في واحد تعرفه مليح وكنت حضرت معنا مع بعض في تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011، إنه مسلم رحال عازف النايل الخارق العادة. خارق العادة يعني احنا ننصح الإخوة اللي يتبعونا يحضروا الحفلة يكون راح يعزف عازف خارق العادة بالفعل. هذا يعني أنا كنت نشوف فيك نتفكر تلمسان لما 2011 على الساعة 8 صباحا التقينا وعملنا دردشة وين أعطيتك البرنامج تاع سهرة اختتام فعالية تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية. أنا ذاك في تلمسان وين كانت يعني خليني نفكر شوية الجمهور ذكريات رائعة يعني وين كانت أكثر من 350 فنان وفنان الجزائريين كلهم باش نعيشوا مع بعض تلك اللحظات جميلة. الجميلة والرائعة اللي بالنسبة لنا كجزائريين تبقى جميلة. يعني سهرة سوريا تكون في 14 إن شاء الله. سهرة سوريا تكون مع مع روسيا في يوم 14 يعني سوريا وروسيا. حتى أنا كنت تغير الحروف شفت لكن البرنامج مختلف. البرنامج مختلف فيه كذلك عازف تشيلو وفيه سوبرانو. شوف متنوع حتى البرنامج تاعهم راقي جدا. فيه العزف المنفرد على الآلات الموسيقية وكذلك للشان ليريك الغناء الأوبرالي الجميل أو خليني نقول لك البيل كانتو. الغناء الجميل. نعم والبيون كانتو الغناء المتقن. متقن. هكذا هي حياة الفنان. هذوك سيدي تروبادور توجدوا في واشنطن، بعد من واشنطن يجي الجزائر، من الجزائر يروح إلى موسكو وغيرها. هكذا احنا اليوم الجزائر صبحت يعني كارفور محطة لكبار الموسيقاريين والموسيقيين العالميين. حتى أنا المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية أصبح يعني في الأجندة الدولية محطة هامة، وفي الدول الأخرى الأستاذ قادر المشاركة. خلينا نحكي نقول لهم الكامل بالاسم لأني فضل. كتبتهم باش ما ننساهمش. سوريا وروسيا نعم نبدأ بالجزائر كما قلت يعني ضيف شهر ضيف المضيف بلد المضيف بعد جنوب أفريقيا النمسا، جمهورية الصين الشعبية، كوريا الجنوبية أو لا ريبوبليك دو كوري، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، بطبيعة الحال كما قلت لك روسيا اللي هي ضيف شرف هذه الطبعة العاشرة واللي هي علاش ذكرتها وعلاش درناها ضيف شرف، لأن هي أيضا من مؤسسي هذا المهرجان اللي دائما يحضروا روسيا تحضر دائما باستمرار بموسيقيين خارقين العادة. نعزفوا تشيكوفسكي مو سهل، كتابة الموسيقية تاعو سهلة بصح في العزف حاجة أخرى صعب جدا. إذن روسيا ضيف شرف، سوريا، جمهورية التشيك أو تشيكيا، تونس وأوكرانيا. هذه هي الـ 15 دولة اللي راح تنشط الطبعة العاشرة من 13 أكتوبر إلى 19 أكتوبر بدار أوبرا الجزائر بوعلام بالسيح. يعني الدول الحاضرة مصر ما تحضرش السنة هذه. يعني أنا نتأسف في بعض الدول اللي ما قدرناش نشاركهم
نظرا للأيام يعني القليلة جدا و... وربما إن شاء الله نعطوهم موعد بإذن الله في في الطبعات القادمة. وخليني نقول لما ذكرت لك كل البلدان فيه أيضا الاختتام يوم 19 أكتوبر مع أوركسترا فيلهارمونية ضخمة راح يجينا من جمهورية الصين الشعبية، 72 فنان وفنان من الصين اللي راحين هما اللي يقدموا حفل الاختتام من بيجين من بكين من الأوركسترا فيلهارمونيك دو شنجن. هو ثاني أوركسترا حسب الملحق الثقافي اللي اقترح عليه هذا شنجن، هي في جنوب الصين. شنجن هي ثاني أوركسترا معروف في الصين. تتصور إذا كان يعني باش نجيب قائد أوركسترا من الصين 1000 يختاروا واحد، احنا جبنا ثاني من الألف، يعني من 1,300,000,000 نسمة هذا راح يكون ثاني شخص معروف في في الصين الشعبية راح يقود أوركسترا بمناسبة اختتام هذا المهرجان. خليني نزيد نقول هنا نترحم على أخويا جمال علام الله يرحمه، وانت كنت حاضر نظن فيصل، وانا نحييك على عملك الاحترافي. شكرا. وانت اللي كنت عطيتنا فكرة انك قلت لنا الاحترام يعني كومون ديراج السلوغو يعني شعارنا الاساسي في هذا المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية هو الاحترافية في خدمة الثقافة، لو بروفيسيونيزم او سيرفيس دو لا كولتور. وحنا هكذا مع بعض اللي بنينا هذه الاشياء الجميله واللي اليوم رانا نتكلموا عليها باش الجمهور الجزائري يشوف بلي ما كانتش مهمتنا سهله، ولكن بالعمل الجاد والجيد متواصل والاكاديمي راح نحتفلوا مع الراحل جمال علام بورد يغال. تصور الفرقه الصينيه هي اللي راح تعزف هذه المقطوعه، جميل جدا هكذا، لان الموسيقى الجزائريه موسيقى عالميه. مارديوغال تاع مارديوغال، نعم مارديوغال معروف معروف جدا السبعينيات القديمه، يعطيك الصحه. ف الان برهنا بان الموسيقى لغه لغه يعني اللغه العالميه جميعا. لغه البشريه جمعاء وين فيها تستطيع كل اجناس ان تتبادل المشاعر والعواطف. هذه هي اللون الجميل اللي حبينا احنا من خلال عزف، ما هوش فقط احنا بنجيبش نعزف موزار وبيتهوفن وتشايكوفسكي وفيردي، الان العالم اصبح مجرد ان غران بولفار ولا قريه صغيره زابيت تسمع بيتهوفن وتسمع موزار، ولكن لما تعزفوا يعزفوا بانامل جزائريه وبطريقه جزائريه. وهنا نبرهن للشباب لان ما نساوش البنيه تحتية الشعب الجزائري 75% منهم كلهم شباب. وهنا خليني نحيي الـ VIP تاع الفستيفال هو الجمهور. الجمهور هو المهرجان والمهرجان هو الجمهور. هو بجمهوري. ماذا عن مشاركة تونس التي كذلك تحب باستمرار في مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السيمفونية؟ صحيح، هذه المرة راح يجينا قائد اسمه رشيد قوبع. رشيد قوبع اللي راح يكون معنا في هذا الطبعة مع الأوركستر أكورد دو لوبيرا دو تونس. شيء جميل. والمايسترو رشيد قوبع اقترح لنا برنامج متنوع، جاب معها سوليست عازف بيانو اللي اسمه مهدي طرابلسي اللي راح يكون على آلة البيانو، هذه الآلة الجميلة ما ننساوش تاريخها اللي يرجع تاريخها إلى العرب، لأن من القانون الى الكلافسا الى البيانو. وحتى العود لما في في في, في لما نتكلم على القرون الوسطى لما كانت او نعم في الجامعات الاندلس لما كانت الموسيقى لها قيمه كبيره ما كانش واحد من هاد العلماء الكبار من اللي عاشوا في تلك الفتره الا نعم لازم يكون ملم بالموسيقى، ولا يكون ماهوش ما نقدرش نعطوا له صفه عالم بدون ما يكون ملم ويعرف الموسيقى بطريقه اكاديميه كعلم اساس. نعم. اذا التوانسه، خليني نقول هكذا بالعاميه احسن، الاخوه التوانسه يعني راح يجيبوا لنا مندلسون.
مندلسون نعم راح يجيبوا لنا هايدن، هذا من واحد من الآباء الموسيقى العالمية والأوروبية كما يسموها اليوم، وفيها قطعة راح يدير يعني الزانوج متاحة، هذا البيانيست مهدي طرابلسي اسمها ألجي 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 ألجي، تحية الجزيرة العاصمة. نعم حيونا طريقتهم الخاصة، لأن نحن كذلك خلينا نقول الجمهور تاعنا بأننا شاركنا عدة مرات بتونس في واحد من المهرجانات الكبيرة اللي اسمه مهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، وين عزفنا مع بعض. نعم عزفنا مع بعض، كان مرة مع قائد الأوركسترا المرحوم رشيد ساولي، ومرتين مع المايسترو أمين قويدر، وين عزفنا مع بعض السيمفونية الخامسة للموسيقار العالمي بيتهوفن. وكذلك علاش ذكرت هنا تونس؟ لأننا عزفنا سيمفونية صحيح. نعم. القدر يدق على الأبواب للديستا فرابا لابورت، سامحني عزفنا على ذكرت هما حبوا يرجعون الجميل، لأن حتى احنا عزفنا لهم موسيقى تونسية بتونس. وبالنسبة لمشاركة اليابان كذلك هي دولة كبيرة، يعني أوبرا طوكيو كان سبق لها مشاركة. خليني نحيي صديق الجزائر هذا الموسيقار الفذ اللي شوف سبحان الله مش عارف رب الكبده ربما الجزائر صبح ما كانش يعني مره ما يحضرش لبلادنا، اللي هو البيانيست توشيكي اوسوي. هذاك تعرفه سير على خاطرك جاي من دائما ولا يعشق الجزائر حتى النخاع، فاقترح علينا برنامج، جاب معه موسيقيين ثلاثي ان تريو، فيه يودا، هذا يودا عازف الباسون، وفيه ساكاغوتشي عازف على الكمان وكومبوزيتور. في البروغرام تاكيميتسو فيبر واوغورا. شوف هذاك الثراء، يعني الجمهور راح يتمتع ويستمتع ويذوق كل هذا ب 500 دينار. التذكره الدخول، حتى باش الناس تعرف بان هذا رمزي، يعني ماهوش 2000 دينار و 3000 و 5000، لكن 500 دينار فقط للجميع يعني للسهره. واذا كان عائله متكونه من 4 افراد 2000 دينار بالنسبه للعائله باش يجوا يتمتعوا بتشايكوفسكي وموزار وفيردي وروسين. نعم هم اليوم بدينا نبيعوا التذاكر، يعني يقدروا يروحوا يتواصلوا من 9 الصباح إلى 6 PM بدار أوبرا الجزائر بوعلى مساح. ربما غدا وبعد غد راح تكون بالمعهد الوطني العالي للموسيقى، كذلك يعني تبيع التذاكر وبأزاد أوتيل. وهذا بدون ما ننسى أخي العزيز البارتنير ماجور دو لا ديزيام إيديسيون للراعي، يعني الأساسي اللي هو الديوان الوطني للحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يعني لوندا. وهنا نحيي بالمناسبة الأخ سامي بن شيخ اللي راه يسهر مع بطبيعة الحال مع وزارة الثقافة، وعلى رأسهم معالي وزير الثقافة السيد عز الدين مهوبي، واللي خلينا نقولها أنه هو اللي يعني اقترح لنا باش يكون معنا هذا الباريتون باس باش يكون معنا في الافتتاح من جنوب افريقيا. هذا شيء جميل ايضا، تحيه لجنوب افريقيا. نعم تحيه لنزغه الشيره بالنسبه للجزائريين، لان جنوب افريقيا عندها علاقات طيبه وتقليديه مع نعم منذ يعني كان مونديلا يحارب من اجل استقلال البلد. يعني ماذا عن شو المشاركه لا الاخرى؟ لا جنوب افريقيا نعم هذا خارج البرنامج. هذا مع الافتتاح، لأن ضيفنا احنا، لكن ضيف الحقيقي تاع دولة جنوب افريقيا عندها برنامج خاص، برنامج خاص تاع مع غوتينغ سيمفوني اوركسترا من جنوب افريقيا، فيه 3 سوليست عازفين فيها، اولا السوبرانو وميزو سوبرانو وتينور. تصور يعني 3 اصوات راقيه جدا راح يكونوا هنا بالجزائر باش يقدموا لنا بعض من مبالي، تيمراشي خمالو ومونديلا ميدلي، وأغاني تقليدية يعني شانسون تراديسيونيل اللي راح يكونوا معنا في هذا الطبعة. نظن راح يكونوا يوم
17 أكتوبر يكونوا معنا في دار أوبرا الجزائر. وفي نفس الوقت احنا أني ذكرت كل الدول كل، وكان حاجة جميلة جدا نسيت باش نذكرها، كان تشيكيا عندهم كواتيور رباعي رائع جدا كذلك راح يقدموا دفورجك دائما 60 كانتات أكورد نعم دفورجك اللي راح يعني سموا على هذا العملاق هذا الموسيقار الكبير صاحب كما قلت أنت المقطوعة الشهيرة التاريخية والشهيرة والخالدة دو نوفو موند، وإحنا اللي كنا عزفناها عدة مرات وكانت نالت إعجاب الجماهير الكبيرة. وما تنساش بأن الأوركسترا السيمفونية الوطنية اللي كانت والآن صبحت أوركسترا أوبرا الجزائر هي صالة وجلت عبر كامل التراب الوطني وعبر العالم أيضا. مشينا إلى الصين، مشينا إلى أوكرانيا، مشينا إلى روسيا، مشينا إلى إسبانيا، وتعرف تصور أنت بالأوركسترا عندها قاعة تاعها خاصة بها لا كازا ميديترانيو اللي راهي موجودة في أليكانتي. أليكانتي راهي موجودة في أليكانتي المدينة التاريخية. نعم والشيء الجميل أيضا إذا كان ما زال أن الوقت فيه عمل مشترك فرنسا وألمانيا راح يقدموا لنا أوبرا لا فليت انشانتي دو موزار. يعني هذا يعني يكونوا موسيقيين من إسبانيا وفرنسا لا ألمانيا. ألمانيا وفرنسا. ألمانيا وفرنسا. نعم ألمانيا وفرنسا. مدرسة كبيرة. نعم لا اسمها لا بتيت سيمفوني اي لا كليك دي لونيزيان pour présenter l'opéra mythique de Mozart, La Flûte Enchantée, en version de concert, mise en scène, mise en espace par Arno Marzorati. هذا فيما يخص سهرة 18 أكتوبر وحدهم راح يكون وحدهم يعني ساعة أو نص تكون لا فليت انشانتي بدون تقريبا ساعة ونص. نعم وفي الأخير يعني ربما ذكرت كل الدول لست أدري ربما فيها دول أخرى إيطاليا. إيطاليا كيف علينا ما نقدرش نسوي إيطاليا ليكور دو لوبيرا. إحنا كنا قبل أيام الجزائر كانت استدعات يعني من مديرية دار أوبرا استدعاتها واحد من كبار المؤسسات في إيطاليا اللي هي لاسكالا دي ميلو. يعني شيء جميل من أكبر الأوبرا في العالم. وإحنا كنا ذكرنا على ذكرة إيطاليا نذكرنا عندها سنتين وين كنت حضرت سيد فيصل لتروا تينور اللي داروا ضجة فنية خارقة العادة في دار أوبرا الجزائر اللي كانت أول حفل في الأوبرا في دار أول حفل في الأوبرا. وكانوا أصحابك خلينا نقول لك أصحابك وأصحابي بعض الأصدقاء الصحفيين سقسوني قال لي أبو عزار وشاك دير قال لي كيفاش شكون راح يعمر لك الصالة في أول خرجة تاع الفيستيفال المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في دار أوبرا الجزائر اللي كانت بنيان جديد كانت أول حاجة اللي اندارت في دار أوبرا الجزائر بعد التدشين بعد افتتاح دار أوبرا الجزائر من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 20 أكتوبر 2016 كانت بعدها المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية اللي كان قدم هذا المهرجان والحمد لله بشهادتكم أنتم رجال الصحافة أن كانت القاعة مكتظة عن آخرها من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. إن شاء الله نتمنى اليوم في هذه الجلسة الحميمية الكبيرة الجمهور يروح إلى دار أوبرا الجزائر باش يقتني التذاكر لأنه ما تعرف الجزائريين ربما ما يوجدش من بعد التذاكر يلومنا احنا نقول أنه من اليوم يوم 3 أكتوبر روح جيب تذاكر تاعك من 13 أكتوبر إلى 19 أكتوبر. يعني الإنسان يشتري تذاكر يقدر يشتري على المدة. نعم 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 كل مدة المهرجان. 13 19. نعم. وبالسهرة يعني ما يكونش عنده تذكرة يقدر يسب تذاكر. ذاك ما نقدرش نضمن الآن لأن أنت كنت حاضر. كان إقبال كبير. وفي بعض الأحيان في كثير من الأحيان خلينا نشوف بعض. في كثير من الأحيان جات الناس وما لقاتش تذاكر لان كانت القاعه مكتظه هي في 1400 مقعد ما قدرتش انا ندير 1600 و700 و800 يعني 1400 يعني تقريبا نعم. الماكسيموم نعم يعني 1400 لازم نحترم وربما نزيد 20 30 مقعد ولكن في بعض الحين تكون العدد يكون اكثر وعلى هذا الاساس احنا ما تنساش باللي هذا المهرجان ثاني احنا عندنا تقاليد نحييو فيها ثاني طلبتنا طلبه المعهد الوطني العالي للموسيقى طلبت المعاهد الجهوية وهنا أرفع قبعتي نحيي وزارة الثقافة على رسم معالي وزير الثقافة اللي راهم يفتحوا في كل ولاية
ما حد باش يدرسوا الموسيقى العالمية بطريقة أكاديمية باش يعرفوا كذلك بتراثنا الموسيقي الجزائري. باش ما ننساش أنا القصبة، وما ننساش القانون، وما ننساش الزرنة، وما ننساش المندولين، وما ننساش المندول وغيرها، وما ننساش حتى الأغاني تاع اللي موجودة داخل هذا الوطن الكبير واللي خلى بصمة كبيرة منها المايسترو الراحل رشيد صولي اللي كتب العديد من موسيقى واللي صبحت عالمي وتعزف في مختلف قاعات العالم. طلبة المعهد العالي للموسيقى ومعهد الجاوية كان يكونوا حاضرين مع الأوركسترا بطبيعة الحال. في العديد من الأعضاء اللي راهم ما زالهم يدرسوا، خاصة السنوات الثالثة والرابعة يعني اللي قريب يتخرجوا. وأنا زيد نعطيك بشرة، لأن الآن دخلنا عالم الألمدي، سيستام الألمدي ليسانس ماستر دكتوراه، وفيه بعض الـ كيف نسمي المنح، منح دراسية باش الناس تروح تواصل دراستها العليا. احنا محتاجينهم، احنا محتاجينهم باش يروح يدرس في باتنا، باش يروح يدرس في قسمتينا، باش يروح يدرس في الشلف وفي لغوات وفي سيدي بلعباس وفي وهران وفي تلمسان وفي تيزيوز وفي بجاية وفي تبسة وغيرها. هكذا حبينا باش هذا المجال لا يندثر، لأن في الموسيقى روعة نخشاها ليقيني بإصغاء الملائكة اللي صداها، لأننا نحبينا باش الجزائري احنا نحترموه، لأن نعرف بأنه يتقن ويعرف جيدا هذا المجال اللي هو الموسيقى السيمفونية والموسيقى العالمية. وخاصة احنا يحسدون الدول الأخرى، لأن جمهورنا تقدر تقول 50-60% كله شباب، كل الشباب. كنت قلت لي آخر قبل ما ندخل الحصة سي عبد القادر بوعزارة، قبل كاين حفل في قاعة الإفريقية يعني. نعم هذه يعني مع لو بارتنير ماجور تاعنا مع اللي نحيوه بالمناسبة سيد بن شيخ مدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اللي راح يكون معنا في هذا الطبعة العاشرة بدار أوبرا الجزائر، وكذلك حابين نديروا براساج وين فتحنا المجال. احنا كنا عشنا هذه مع بعض في قسمتينا، احنا في الطبعة الثامنة السابعة في 2015 كانت كل الحفلات اللي تقام هنا بالجزائر، اللي يعني ذاك الوقت كانت مازال ما فتحتش الأوبرا، كنت بالمسرح الوطني الجزائري مع إيدين بشترزي، كنا كل الحفلات اللي تندار في العاصمة غدو من ذاك درنا لها جسر ألجي كونستانتين كلها باروت أخي فيصل للأمانة، لأن التاريخ هو ذاكرة الشعوب وكنوزها، ليستوار إي لا ميموار دي بوبل. على هذا لازم نقولوا احنا نخلوا الحاجة للتاريخ. كانت يعني مثلا الأوركسترا الجزائري عزفت اليوم غدو من ذاك تروح لقسمتينا، الروس عزفوا في الجزائر غدو من ذاك يروحوا لقسمتينا، اليابان عزفت اليوم غدو تروح لقسمتينا. هكذا كانت في 2015. اليوم حبينا تصبح تبقى ألجي 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 ألجروا، يعني الحفلة تكون في قاعة إفريقيا راسل قاعة الأفريق. كان أيام عندكم؟ نعم عندنا 15 و16 هنا بمشاورة هذين الأوركسترات الدو، وزدنا بمشاورة مسؤولي الديوان تاع يعني لندا، مسؤولي لندا يعني اخترنا 15 مع الفرقة السيمفونية لسوريا و16 مع نسيت ما تكلمتكش على أوكرانيا. أوكرانيا وش هو برنامج أوكرانيا؟ نعم أخي العزيز، نعم نعطيك البرنامج تاع أوكرانيا. أوكرانيا تشارك باستمرار في المجال الدولي للموسيقى السيمفونية، وجابوا لنا هذه الخطرة 6 أنسومبل دو سوليست، روعة روعة، مش فقط أوركستر سيمفوني ولكن أنسومبل دي سوليست دو لوركستر سيمفونيك دو لا راديو ناسيونال دو كرين، بقيادة صديقنا فلاديمير شايكو. نعم نعم، لأنه هو أيضا عضو مؤسس منذ 2009 اللي كان دائما معنا، وراح يجيب لنا إن سوبرانو أور نورم راح تكون معنا، وكذلك اسمها كسينيا كرافشوك. في البرنامج كنا هناك غريك هاندل بليني وارديتي، هذا هو عالم الموسيقى. الموسيقى اللي يعرف الحدود لا يعرف حدود، لأن اللغة الوحيدة المشتركة التي يفهمها جميع ابناء البشر
هي الموسيقى. الموسيقى. وعلى هذا الأساس احنا ركزنا دائما على أن تكون همزة وصل بين كل الشعوب الموسيقى. يعني الأستاذ عبد القادر معزرة، المهرجان الوطني الدولي للموسيقى السيمفونية يكون ابتداء من 13 أكتوبر حتى 19 أكتوبر، كل ليلة بداية من الساعة 6:30. نعم. يعني كاين سهرة أولى سهرة ثانية، دورتين بكل ليلة. بعد الافتتاح مع الأوركسترا أوبرا الجزائر بقيادة المايسترو أمين قويدر، ومشاركة كما قلت سوبرانو من روسيا وباريتون باس من جنوب أفريقيا، هناك كل سهرة كل ليلة تكون دول 14 تكون سوريا وروسيا، ثم الدول الأخرى اللي راح تكون فيها تشيكيا إسبانيا و كذلك تونس، وبعد كاين أوكرانيا جنوب أفريقيا كذلك جنوب أفريقيا أيضا، ومن بعد فيه فرنسا وألمانيا يوم 18 مع لا فليتون شونتي كما كنت نقول قبل، ونختم أونابوتيوز مع أوركسترا ضخمة لأول مرة يعني في الجزائر تكون تشترك بعدد ضخم من الموسيقيين مع الأوركستر في الهارمونيك دي شنجن. شنجن وهي ثالث مدينة. ثالث مدينة، واللي كما قلت. شنغهاي وبيجين. نعم، الافتتاح راح يكون نعزفه تخليدا لروح فقيد الفن الجزائري رشيد طه، وفي الاختتام كذلك لروح فقيد الأغنية الجزائرية أخونا الراحل جمال علام. جمال علام. السنة قبل ما نختمه أستاذ عبد القادر بعزارة، السنة الدراسية بدأت في المعهد الوطني. روعة. ننهي بهذا. معليش فيه ماستر كلاس، أنا نسيت الماستر كلاس. هذه عادة وتقاليد. شوف البرنامج ضخم. ضخم جدا. فيه عدة أشياء. ثلاث ساعات نتكلم فيهم ما نقدرش، لأنه كانوا يعني إنه كان ديكورتيكي وكا وش كاين. طلب وقت. ولكن الحمد لله معليش عطيتني فرصة باش نتكلم ماستر كلاس. قلت لك أنا قبل قليل لي في اي بي راح يكونوا ابناء الجزائر العميقه، هم اللي راح يكونوا معنا، راح نجيبوهم باش يحضروا لي ماستر كلاس ويشوف ويتمعن ويعرف لي هذا المجال ما هو سهل. لازم يا اولادي يا ابنائي لازم تدرسوا باتقان، تدرسوا كيف يقولوا سيريوزمون، يعني جديه، لازم تدرسوا بجديه باش تحصلوا وتصبح عندكم فرصه باش تقدروا توصلوا في الماستر دكتور. يعني انا الماستر دكتور ماش ندوها لك اي واحد الا النجباء من طلبتنا. وهنا قلت لك قبل قليل نحيي ايضا الريكتوره جامعه مستغان من فتحت لنا البيبان، وفتحنا لها البيبان كذلك احنا لينا باش درنا هذا الجسر، الان اصبح جسر جديد. ولكن باش ما نقولش ما نذكرش الجامعات الاخرى اللي هي تطلب في امضاء نفس الكونفنسيون المعاهده اللي مضيناها مع جامعه مستغانم، لان الان فيه كما قلت لك جسر راح يربط جامعه مستغانم مع المعهد الوطني العالي للموسيقى محمد فوزي. طيب نشكرك سي عبد القادر بوعزارة. اذكر الاخوه المتابعين والمشاهدين والمستمعين ان المهرجان الدولي العاشر للموسيقى السيمفونية سيكون من 13 إلى 19 أكتوبر بأوبرا بوعلم السايح في الجزائر العاصمة. حفلات تبدأ تقريبا كل مساء بداية من 6:30، وبيع التذاكر بدأ في الأوبرا لمن يريد أن يحضر، والحضور دائما كثيف. سعد القادر بوعزارة، أوبرا الجزائر بوعلم السايح تحتفل في 20 أكتوبر بعيد ميلادها الثاني بعد الافتتاح، وسيكون حفل كبير كما تقول سعاد، وهي من الأوبرا الحاضرة معنا بالأستوديو وهي لا تظهر في الصورة، مع بين يجمع بين الجزائر والصين. وكذلك في نهاية الشهر في 25 أكتوبر يكون يعني مسرح معروف عالمي كبير جدا، مسرح بيكولو الذي يحضر بإحضار روائع كارلو جولدوني أغلوكا. وفي 6 أكتوبر يعني في بداية الشهر يكون حفل مع الفكاهي كريم بالحاج، إضافة إلى ليلة الحكاية الإفريقية لا نوي دو كونت أفريكا 27 أكتوبر 27 أكتوبر، مع مشاركين من عدة دول مثل يعني كوت ديفوار، هم ما يحبوش يقولوا ساحل العاج، تونس والجزائر ودول أخرى. شكرا لمن تابعنا، شكرا سي عبد القادر بوعزارة، وذكر أنك محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية وكذلك مدير المعهد العالي للموسيقى الجزائري إيه نسام. شكرا لكم لكل المتابعين، شكرا لسعاد، وشكرا لكم أيها الإخوان. نلتقي يوم
غد إن شاء الله في الأسبوع القادم نتحدث كذلك في أمور أخرى متعلقة بالسينما بصالون الكتاب أمور أخرى. تيسا ديركت على موقع تيسا وكذلك صفحة الفيسبوك وكذلك اليوتيوب يعني, والفيديو يبقى قار في الموقع حتى لمن يريد المشاهدة. شكرا لك. شكرا لك.